كريم مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للإذاع الجعادين المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المقدمة، ووافيكم بالنتائج أول بأول. أرى الآن اللي في مقدمة هذا الشوط، أرى شعار السيد بن رشيد سعيد بن خليفة علي بن خليفة بن رشيد السويدي على ظهر أشقر في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، نشوان في المركز الثاني للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث باروت للسيد سعيد بن عبد الرحمن بن قبضة القحطاني، وفي المركز الرابع على سراب للسيد سيف بن حمد بن سلطان بن درويش. وناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز الخامس رياض للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز السادس عز على هذا الاداء، الاداء المتميز للغايه، لكن هنا دخول جديد ايضا على المراكز، جبر وصل للسيد سعيد بن راشد بن سعيد العويسي. يلا يا ابو حمدان تحرك، وين اخرت جبر؟ يا سلام يا شعفور، يبى يشعفر شعفور في هذا الشوط، لكن لا زال اشقر، لا زال اشقر في المقدمه منذ البدايه وحتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، وجبر قادم مع شعفور سعيد بن راشد العويسي. يا سلام، اشقر وجبر، اشقر وجبر، جبر شاشقر، أشقر اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. يا سلام، أشقر وجبر، أشقر وجبر، جبر جبر. تهانينا للسيد راشد بن سعيد العويسي على فوز جبر بالمركز الأول. المركز الثاني أشقر للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث سهم للسيد سعيد بن محسن بن راشد الشهواني، وفي المركز الرابع رياض للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز الخامس معدي للسيد احمد بن سعيد بن منانه الاجتبي. ها هو التوقيت الزمني، ساعه وصول جبر الى خط النهايه، 7 دقائق 55 ثانيه، 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد سعيد بن راشد العويسي، وسلام سلام عليكم يا اهل السلطنه. المركز الثاني اشقر 7 دقائق 56 جزئين من الثانيه. تهانينا للسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، والذي وصل في المركز الثالث السهم 7 دقائق 56 3 اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن محسن بن راشد.